مش سهل. عنا كتير كاركترات لذيذين هالمرة ريت. ايه تركين ليون سيربريز. ايه صح. هاتسا. عند عائلة كبيرة كتير كبيرة والحلو انه هيدي العائلة مقصمة بكل لبنان. تخلفت حركت كتير على اربعة شهور حركتها ما فيها الحركة بتقوي حالك يعني بصير الرجال لازم يعطي والمرأة لازم تعطي ونحن اذا بنعرف بالماضي بنخسر اجمل شيء بحياتنا اللي هو اللحظة. تخبرني شو أكبر خسارة كان بحياتك؟ لك بنتك شو فخورة تعي 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 شوف الهيرو تبعي هون ما متت عشت وهيدا الكيس أو هيدا الوضع أدى لشيء اسمه سيريبرال بالسي. برجع بتذكر هيدا الموضوع هلأ وبقول أنه أي مزبوط كان في غضب وكان في حزن بس أنا هلأ راح هذا كل صباح أفتح باب الحلم وأخرج إلى واقعي. دايماً بنحس إنه الآخر إيش أحسن منه. دايماً بنحس إنه الآخر مرتاح أكثر مني. أوكي. تمام. أكيد. تمام تمام. خلاص في حدا راح. ما بقى عم تقدر تعبري له إنه عن جد في أمل راح. بالنسبة إلي كان في كثير بوجع. إيه تحيات تحيات. هتكون عيد رسالة حب لستي. بيقلي أمي وداع يمك عيد الكلمة يمكن أحلى نهار كان لما تخرجت وحسيت أني رديت لأهلي اللي بالدنيا وجسدي بتمنى أنه تحضنه مدينة طرابلس اللي هي أوجدتني وطلعت وربتني أنا وصغير طب دم جسدي أنا وكبير غريب لما بتفوتي هيك على بيوت الناس بتكتشفي كاركتراتهم شو بحبوا شو ما بحبوا وقتاش بيجتمعوا كتير حلو هيدي بداية الفيلم واو خليص